تدشين دورة تدريبية تنظمها منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة الفاو برعاية وزير الزراعة والري المهندس أحمد الميسري، وبحضور وكيل وزارة الزراعة والري المهندس أمين باقادر، وبمشاركة 35 مشاركا ومشاركة من المشرفين الزراعيين في محافظتي أبين ورحج. طبعا المدارس الحقلية هي نمط جديد من أنماط الإرشاد الزراعي، الهدف منها هي سهولة توصيل التوصيات البحثية والتوصيات العلمية إلى المزارعين، ونقل المشاكل من المزارعين إلى الأبحاث الزراعية. الدورة التي بدأت بآي من الذكر الحكيم ألقيت فيها كلمات توجيهية أشادت في مجملها بدور منظمة الأغذية العالمية في دعم القطاع الزراعي في اليمن من خلال تثقيف وتوعية ميسرين الزراعيين. تأتي هذه الدورة كمرحلة أولى من أجل بناء نواة من المتدربين بحيث يقوموا بتدريب مجموعات من المزارعين على أهم التدخلات، وتأتي هذه كوسيلة إرشادية جديدة في المنطقة تستخدم لنشر أكبر عدد ممكن من التدخلات اللي موجودة في سلسلة القيمة. هذه الدورة تأتي ضمن برنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني، هي ثمرة جهود بذلتها وزارة الزراعة والري من خلال اللقاءات التي تجريها مع المنظمات الدولية بهدف تحسين واقع قطاع الزراعة في بلادنا. لقناة عدن الفضائية، وضاح الشليلي، عدن.